تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. المنتخب الفرنسي مع المنتخب الوطني المغربي. المنتخب الفرنسي من بعد ما قصر انجلترا، الصحافة كلها تحدث على أنه الفريق الفرنسي يلعب تقريبا بأسلوب ريال مدريد ديال السنين الأخيرة، يفوز بالألقاب بدون ما تكون عنده فريق قوي، بدون ما يكون عنده لاعبين مميزين، عنده يعتمد على بعض العناصر اللي عندهم تجربة تخليهم يفوزوا بكأس عصبة الأبطال. هذه الصحافة الإنجليزية. صحيح الفريق الفرنسي يعتمد بالأساس على انتظار الفرق يعني اللي تيواجهها، يعني تقدم الحول المرمى ديالو باش تخلي الفراغات باش يدير هجومات مضاده بواسطه مبابي ديمبيلي على الخصوص، وعندهم غريزمان عنده تمريرات ديالو طويله ودقيقه، وعندهم هداف اللي هو جيرو. هذا جيرو هذا الى ما وصلش الكره من عند غريزمان ولا من عند مبابي ولا من عند ديمبيلي، ما غيبقى ما غيشكلش خطوره، علاش؟ لانه خصو يوصل الكره. إذن القوة ديال الفريق الفرنسي هو أنه يعتمد على الحملات المضادة، والحملات المضادة اللي خص يكون فيها مساحات. ديمبيلي ومبابي على الخصوص هذا ما خصوش يكون عنده مدافع واحد أمامه، وما خصوش يكون عنده مساحة يعني كبيرة، لأنه أولا لاعب كبير قوي بدنيا سريع وتيلعب برجل يمنى برجل يسرى، يعني لاعب متكامل. ديمبيلي كذلك عنده هذه الامكانيات. اذا حنا مثلا تحدثوا على المنتخب الفرنسي، حنا عارفين القوه ديال الفريق ديالنا، حنا تنقلبوا على مكامن ديال القوه ديال الخصم باش نحدوا منها. على مستوى الدفاع ما عندوش دفاع قوي، ايرلانديز جاي اليسرى هذا كان غير بديل، ما كانش لاعب رسمي. فاران وباميكانو هادو يعني المستويات ديالهم عاديه جدا. كوندي كظهير ايمن ماشي شي واحد اللي غنقولوا بانه، ماشي شي فريق اللي غنقولوا عندهم دفاع قوي. وتنظن بانه وليد الركراكي ممكن يبني على هذا الاساس ديال انه ممكن نفاجئوا الفرنسيين، ولكن بدون ما نخليو المساحات الكبيره. انا ركز على المساحات الكبيره. مبابي ما خصوش ياخذ الكره وقدامه مساحه كبيره. مبابي لما ياخذ الكره وكيف ما كان الحال غيكون حداه يعني حكيمي تعرفوا مزيان، لما ياخذ الكره خصو يلقى حكيمي ولا تغطي على حكيمي ولا تغطي على ما بعد حكيمي، اي انه هذا ماشي شي واحد اللي غتخلي له واحد ولا جوج، خص انه لما ياخذ الكره خصو ياخذها في نصف الميدان، ما ياخذش على مقرب منطقه الجزاء. هذه هي القوه ديال الفريق الفرنسي. وعندهم غريزمان صاحب التمريرات الطويله، ولكن التمريرات الطويله الا خليتي يعني مهاجم مثلا ديمبيلي بوحده في الجهه اليسرى، اما في الجهه اليمنى تمشي هو الجهه اليمنى، اما مع مزراوي واما غادي يكون مع عطيه الله، على كل حال اللي غيكون تماك خصو يعرف بانه هذا لاعب ما خصش تكون الكره بين رجله. يعني القوه ديال الفريق الفرنسي حملات مضاده فاز بها بكاس العالم، وتيعاود يطبق نفس الاسلوب يعني عندهم مبابي ما تيرجعش نهائيا، مبابي تيبقى في وسط الميدان وتيتسنى ديك الكره الطائشه، لان لاحظتوا بانه الهدف الثاني اللي كان سجلوه في المقابله اليوم الاخيره كان عباره عن فريق شكون اللي كان عندهم في ربع النهائي، كانوا هاجمين تمريره من غريزمان غير بعدها مشات عند مبابي قضى الغرض. يعني علاش؟ لانك خلاو له جوج ديال المدافعين، وجوج ديال المدافعين تيجيو اسهل ما يكون، علاش؟ لانه عنده واحد القوه بدنيه وعنده سرعه. اذا الطريقه باش يلعبوا يمكن نقول بان شبيهه بالطريقه ديالنا، حتى حنا غنديروا نفس الاسلوب، وما تيضرش بانه غنغيروا اسلوب، لانه صعب على ان واحد الفريق اللي هضم واحد الاسلوب وخلق به المشاكل لاحسن الفرق في العالم غنقدر نغيروه، ما تنضرش غنمشي بنفس الاسلوب. ممكن حنا نستافدوا، علاش؟ لانه الفرنسيين غيبغيو ما انهم اللي يمشيو يهاجموا الفريق الوطني المغربي، وفي هذه الحاله هذه ممكن حنا نلقاو المساحات، لانه باش يمكن لهم يخلقوا التفوق العادي خاص اما الظهير الايسر او الظهير الايمن يصعدوا، علما بان وسط الميدان عندهم ماشي وسط الميدان ثقيل، ماشي وسط الميدان خفيف. تشواميني رابيو اللعب ديالهم ثقيل، ولكن عندهم ميزه انهم تيقفهم بعيد. اذا الفريق الوطني المغربي وصل لواحد المرحله من النضج اللي تخليه يمشي كما تنقولوا 50-50 مقابله، يعني مبدئيا خصنا ننتظرها تكون متكافئه. يمكن تكون المبادره ديال الفريق الفرنسي، ولكني ما تنظنش بانها يكونوا في وضعيه مريحه، لا اعتقد. تيبقى فقط غير انه اللاعبين ديالنا يسترجعوا كامل اللياقه البدنيه ديالهم والعافيه ديالهم، لانه لعبوا مباريات كبيره وكبيره جدا وخذت منهم مجهود كبير. فالتفاؤل اللي عند الجمهور المغربي راه هو نفس التفاؤل
اللي عند اللاعبين، واللاعبين عارفين يعني راه شنو غادي يميز اللاعبين الفرنسيين على اللاعبين المغاربه؟ لا شيء، خصوصا وانه سبعه ولا منهم تما اصلهم افارقه. حالة بالنسبه لي انا فرنسي باش ما نكونوش نقول شي حاجه ماشي هذيك، هادو فرنسيين تيلعبوا مع الفريق الفرنسي، ولكني من اصلهم من افريقيا، يعني بانه لاعبين افارقه راه سته ولا سبعه ديال اللاعبين، بمعنى انه يعني نفس المستويات ونفس الامكانيات. وهذا هو الربح اللي ربحنا، انه عندنا لاعبين تيامنوا بالقدرات ديالهم، تيقولوا هادو اللي تنلعبوا معاهم في البطولات الاوروبيه بحالنا بحالهم لما غنجيو للمنتخبات. اذا غنبقاو متفائلين، والتفاؤل شيء مشروع، لانه الفريق الوطني المغربي كسر اليوم واحد الحاجز ديال انه ما مسموحش الفرق الافريقيه توصل للنصف النهائي. حنا غنبقاو طامحين حتى ان شاء الله نمشيو للنهايه، ولكن على كل حال فاحنا الفريق الوطني المغربي يعني المشاركه ديالو نجحات، ولكن الطموح القديم الكبير. علاش؟ لانه حسينا بانه كاين لاعبين عندهم امكانيات باش يخنقوا جميع الفرق، ولاحظت بانه القاسم المشترك من جميع المدربين تيقولوا بان الفريق الوطني المغربي تيلعب واحد الاسلوب صعيب معقد، ما تيعرفوش يفكوا الشفره، يعني تيقلبوا على جميع الحلول ما تيلقاوهاش. نتمنوا حتى ديدي ديشون هو يفقد كما تنقولوا التركيز ديالو، ويفقد ذاك البوصله اللي تخليه انه يفك الشفره ديال الدفاع ديال الفريق الوطني المغربي او الفريق الوطني المغربي. ونتمنى للفريق الوطني المغربي التوفيق ان شاء الله، وكلنا امل باش نمشيو ابعد ما يكون في كاس العالم.